شوف. رجعت اسمع ايش قاعد يصير. ايش اللي صاير؟ ليش تتكلموا كذا؟ انا صرت اسمع. ليش تتكلموا كذا؟ ليش ما تسمعوني؟ صرت اقدر اسمع. تقدر تسمعيني؟ ليه بتكلميني كذا؟ انا اقدر اتكلم، ليش ما بتسمعيني؟ يعني برافو، يكاد يكون من أجمل الأعمال اللي مرت علينا حتى الآن. تعرف النادر ما تلاقي يا عبد العزيز أعمال تلمسك من دون ما تقول ولا كلمة. يعني إذا صاروا هذول لسه طلاب، يعني ما شاء الله تبارك الله، عيني عليكم باردة. لو بعد التخرج ومارستوا العمل الإعلامي صحيح؟ في الميدان، وش بيطلع منكم؟ صحيح، مشهد برافو. إنساني جميل. توعوي ثقافي، يعني حتى يساعد، مو يساعد، ينبه الناس على حسن الظن وعدم التسرع. فمشهد رائع جدا جميل من عمل الطالبة جمانة الغامدي. يا أهلا وسهلا فيك جمانة. حياك الله. يا أهلا فيكم، شرف بوجودي. والله أحسنتي يا جمانة. جمانة خليني أسألك أول شيء عن العمل والتنسيق فيه، ومين الطالبات اللي شاركوا معك؟ طبعا التنسيق هذا كان من أستاذة حنان آشي في
بروجكت لماده تصوير واضاءه، فانا وفريق التصوير حقي منار الشيخ، اسراء ابو سبعه، ارون مزروعي، مجد عبد الله القرشي، ورهف عبد الله، كلنا شاركنا في هذا العمل. طلبت مني الاستاذه انه نختار واحد من الايام العالميه، واحنا قررنا نختار اليوم العالمي للغه الاشاره نظرا لانه هذا الموضوع يعني جدا مهم بالنسبه لنا كان، وحابين نلقي الضوء عليه لانه اول شيء نافع ومهم طبعا زي ما قلنا. فاحنا لما جينا نبغى نشتغل عليه ما كنا نبغى بس يكون مجرد بروجكت مع الجامعه، كنا نبغى نصب كل حبنا وشغفنا وخبراتنا السابقه عليه ونطلعه باحسن صوره بالشكل اللي احنا كنا يعني نبغاه. طبعا بالنسبه للاسم ظلام ما اسمع، هو كنا نبغاه يكون حاجه مفهومه من غير ما انه مثلا كذا نشرح كثير، فهمتوا كيف؟ حتى في يعني اسم ظلام ما اسمع الواحد يفهمه اكثر يوم انك انت تشوف الفيلم. وطبعا الفيلم هو يتكلم عن زي ما انتم شفتوا شخص فقد السمع وصار العالم موازي فجأة في يوم من الأيام، وهو رجع لسمعه وإحنا فقدنا سمعنا. فإحنا كنا نبغى نلقي الضوء على إنه الموضوع في سوء التواصل في لغة التواصل قد إيش هي مهمة لغة الإشارة عشان إحنا نقدر إنه يعني نتواصل مع هذه الفئة. فعشان كذا هو كان يعني موضوع مهم لنا إنه برافو عليكم. طيب بالنسبة للفكرة يا جمانة، يعني هل يعني كان اقتراح من الدكتورة عندكم، أو أنه أنت وزميلاتك سويتوا يعني ورشة عمل وبديتوا يكون عندكم عصف ذهني وطلعتوا بهذه الفكرة؟ أي طبعا، لا إحنا هي قالت اختاروا يوم من الأيام العالمية وإحنا قررنا نختار هذا اليوم. فكرة التنفيذ يا جمانة، التنفيذ الرائع هذا، الفكرة كيف يعني، من هو المخرج عندكم بالمجموعة هذه؟ المخرج الأساسي كان أنا ومنار الشيخ، ولكن طبعا الأفكار اللي طلعت كانت من كل طبعا أعضاء المجموعة. كنا بنسوي اجتماعات زون، طبعا تحت جائحة كورونا كنا قاعدين نحاول قدر الإمكان إنه يتم التواصل بيننا بشكل سلس، فكنا نسوي اجتماعات زوم كذا بجدول معين خلال ايام الاسبوع، كذا يلا بنات حنسوي اجتماع زوم الحين، حنتكلم عن الافكار، حنتكلم ايش لازم نسوي. فتقريبا قضينا اسبوعين واحنا بنعصف افكار، بنكتب السيناريو، بنتواصل مع الممثلين اللي كانوا موجودين يعني الله يعطيهم العافيه. فيا يعني كان عمل متكامل متسلسل بشكل مجدول و يا جميل. جمانة خليني أسألك، عمل مثل هذا ما شاء الله يعني مستحيل ما يكون فيه نقطة تحول، نقطة تحدي، نقطة صعبة، إيش اللي واجهتوه عشان تنجزونه؟ والله بالنسبة للصعوبات كان في صعوبات جدا كثيرة، بس الحمد لله أحس إنه إحنا تخطيناها وتعلمنا منها، وكأول عمل يعني جدا فخوره فيه بالرغم من الصعوبات اللي كانت موجوده عندنا، زي مثلا انه احنا نلاقي مكان، كنا نحاول قدر الامكان نلاقي مكان يعني يضمنا ويحتوينا عشان نقدر نصور. طبعا هذا شيء اصلا اوريدي صعب في الايام العاديه، فما بالك يعني تحت ظل جائحه كورونا. فيعني هذه كانت واحده من الصعوبات. وكمان ايجاد المعدات، يعني احنا مثلا كنا واحنا قاعدين لسه بنتعلم الماده، قاعدين نتعلم المعدات اللي لازم تكون متوفره عندنا عشان احنا نقدر نستخدمها. فاحنا رحنا بنفسنا استأجرنا المعدات، مانع الاهتزاز، المايكات، وموضوع الصوت، مشكلة الصوت، يعني كل مصاعب كانت تطلع لنا كنا بنحاول قدر الإمكان إنه نلقي لها حل، يعني احنا كده بنفسنا. طيب يعني انتم كم يعني خذيت وقت في هذا الموضوع، يعني متى بديتوا من بعد الفكرة إلى أن أنجزتوا هذا العمل الرائع، يعني كم أخذتوا وقت؟ تقريبا احنا كنا طبعا محدودين جدا بالوقت بالنسبه للاختبارات النهائيه وزي كذا، فكنا قاعدين يعني تقريبا اخذنا توتال العمل كله كان 4 ايام، يوم كامل كنا بس قاعدين ندور فيه على مكان، والايام الباقيه كانت ايام تصوير. طبعا اللي كانوا معانا ايضا طلاب، فجدول الوقت معاهم وجدول الوقت التصوير وكذا كله كنا قاعدين بنحاول انه نضغطه عشان خلاص يتم العمل باسرع وقت ممكن بسبب الاختبارات النهائيه. فاحس انه يعني هو العمل هذا بالرغم انه هو اول يعني بدايه لنا كان قطره فقط، ف
في المجال هذا اللي احنا نقدر نبدع فيه ونطلع كل ما عندنا. بالرغم من هذا كله انا اشوف انه جدا فخوره فيك وجدا فخوره بكل اعضاء الفريق اللي كانوا معانا و يا كل العوائق اللي كانت موجوده ما كنا جمانة وهي تتكلم عن الموضوع حسها فرحانة مبسوطة يعني صح ولا لا؟ يعني واضح من ملامح وجهك يا جمانة انك فرحانة بهذا العمل ويحق لك صراحة. تستحقي والله جمانة. لكن خليني اسألك جمانة، ما شاء الله عليك، يعني انت كل ما تكلمتي في موضوع ذكرتي الفريق واعضاء الفريق، كيف وزعتوا المهام بينكم؟ يعني بالذات ترى انها خلينا نقول اول تجربة، مهما كانت لك من تجارب هذه تجربة مي عادية، فكيف قدرتوا توزعون المهام ما بين كاتب السيناريو ما بين المنتج ما بين المخرج؟ استخدمتوا هالمصطلحات ووظفتوها؟ طبعا كل واحدة فينا كانت كويسة في شيء بس كويسة في أشياء ثانية، فاهمين كيف؟ زي اللي طب أنت كويسة في هذا الشيء بس لازم كمان إنك يعني مثلا أروى ما شاء الله عليها كاتبة، يعني تعرف كيف تقنن الكلام. منار عندها الفكر الإبداعي، زوايا التصوير. إسراء طبعا، إسراء هي اللي كانت يلا يا جماعة خلاص ترتيب لوكيشن سيت، يلا يعني كانت هي اللي بتلمنا وتحتوينا. مجد كانت يعني ترتب المكان، هي الارت دايركتور. يعني كل واحدة فينا بالرغم من الأشياء اللي كانت هي ماسكتها تمسك أشياء ثانية. رهف هي كانت العلاقات العامة، هي اللي بتجد الناس، هي اللي بتكلم الناس. يعني واجهت صعوبة يا جمانة؟ رهف واجهت صعوبة في أنها تجيب الناس وتجمع وتلاقي مكان وتنسق؟ هي طبعا يعني أنك أنت تكلمين الناس وتحاولين قدر الإمكان أنه جدولك يكون متناسب مع جداولهم، يعني صعب. فبس ما شاء الله عليها هي طبعا يعني يعني شفتوا زي مثلا في فيلم شمس المعارف كيف كانوا هم كل واحد فيهم ماسك حاجه وبيحاول يسوي الفيلم. حسيت انه احنا يعني زيهم، يعني نفس المود اللي كان موجود في شمس المعارف. انا قاعده اقول لصاحباتي اصلا لا لا الموضوع مو بسهل، يعني الموضوع مو بسهل. انا يا جماعه اشتغلت ميداني يعني في بدايه الاعلاميه عشان اخذ 6-7 لقاءات في مكان عام اعاني يعني، فالموضوع اكيد مو ما بالك تتعامل مع اكثر من شخصيه بالضبط. وناس ومشاهد تمثيليه اكيد يعني انا اقول انه بوجود امثال جمانة يعني الاعلام السعودي ان شاء الله له مستقبل باهر ما دامت هذه اعمالكم. صحيح. احنا عندنا فقرتين 20-30 وطلاب الجامعه، صراحه الميكس اللي كان موجود ما بين هالفقرتين شيء مبشر بانه احنا عندنا شباب زي الفل 20-30 بإذن الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبوجود مثل هذه الوجوه الشابة راح نحقق الرؤية بإذن الله. وإحنا طبعا لك. أكيد نفخر أن احنا نكون منصة لهم صراحة ونستعرض أعمالهم واختراعاتهم أمثال جمانة اليوم وفقرة 20-30. تبغين نضيفين شيء جمانة؟ أعتقد أنه أنا قلت كل الأشياء اللي أنا بقولها، يعني أشكركم على استضافتي طبعا اليوم، وواضح يعني الاهتمام بالإعلام. بس حطي في بالك جمانة شغلة، ترى عقب الفيديو لليوم ترى نستنى يعني أيوة نستنى الأعمال. إحنا عندنا معايا أنا وفريق التصوير حقي لسه إن شاء الله حيكون بيننا وبين المخرجات بصراوي عمل بإذن الله، حيتصور وينتج بعد رمضان إن شاء الله. الله يعطيك العافية. وأكيد نفخر بكل جهودكم يا جمانة، وإحنا موجودين دائما لك ولكل أمثالك من الطلاب ونفخر بعرض أعمالهم الرائعة. نشكر ضيفتنا الطالبة جمانة الغامدي، ونشكر كمان الطالبات المشاركات في العمل اللي كان لهم مجهود وأثر شفتوه في الفيديو اللي عرضناه لكم. طيب راح نروح فاصل قصير، لا تروحون بعيد، راح نرجع مع